وينضم إلينا للمزيد من المتابعة من واشنطن دان ريني الكاتب والباحث السياسي. برحب حضرتك سيد دان معنا على قناة القاهرة الإخبارية. إذن زيارة خامسة لوزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة، زار فيها عدد من الدول، كان اليوم في مصر. برأيك ما الذي يعني تحمل هذه الزيارة لبلينكن؟ لم تكن أو لم يكن ما يريد اليوم موجود في الزيارات السابقة. أنا سعيد بهذه الزيارة الخامسة للشرق الأوسط هذا الأسبوع. هو أمر مهم، خمسة زيارات منذ بداية الحرب في قطاع غزة، هي خطوة في الطريق الصحيح. ليس هناك شك أن هناك توتر في المنطقة، كثير من التحديات لا تزال موجودة، والجهود الدبلوماسية هي الحل نحو نهاية هذا الصراع. الدبلوماسية هي ما ستخفف من حدة التوتر. هناك كثير من التحديات يجب التعامل معها، والدبلوماسية هي الوسيلة المناسبة للتعامل معها. طيب سيد دان، أيضا بلينكن صرح وأعلن بأنه سيناقش ربما رد حماس الذي يعني ورد إلينا منذ قليل على مقترحات التهدئة في قطاع غزة غدا عند زيارته إلى إسرائيل. برأيك إلى أي مدى السيد بلينكن قادر على ربما إحداث نوع من التغيير في المناقشة، يعني مناقشته التي ستتم مع المسؤولين الإسرائيليين، خاصة في ظل التعنت الواضح من قبل نتنياهو ربما على موضوع إيقاف الحرب، والتصريحات الأخيرة أيضا اللي أشار فيها الكثير من المحللين بأنه يعني لا يريد هذه الصفقة؟ نعم، لا يمكن أن ننكر أن حماس وإسرائيل بعيدان للغاية من احتمالية أي هدنة أو سلام، ونراه من خلال التصريحات من الجانبين. الأمر سيستغرق كثيرا من الجهود الدبلوماسية، أخذين في الاعتبار كل العنف على الأرض. المشكلة هنا أن هذا العنف يتصاعد ويتم الرد عليه بعنف بمزيد من العنف. ليس هناك أي طريق نحو إقامة دولة فلسطينية. حماس تتعامل مع الرد المستمر من إسرائيل بسبب الأحداث السابقة وتصعيد مستمر للعنف. فأنا متفائل أن بلينكن بإمكانه إحراز بعض التقدم. لا أعتقد أنه سيكون نجاحا استراتيجيا، فالمشاكل استمرت لعقود طويلة. يجب أن تكون هناك جهود لمحاولة تهدئة الأوضاع، وإلا سيكون هناك تصعيد مستمر ولن يكون هناك فائز من ما يحدث. يعني سيد دان، لتوضيح هذه النقطة، لا تعتقد بأنه السيد بلينكن قادر ربما على أحداث أي نوع من الاختراق السياسي أو الدبلوماسي في محاولة لحل هذه الأزمة الآن خلال الزيارة غدا؟ أعتقد أنه بإمكاننا إحراز بعض التقدم. ليس من خلال زيارة واحدة سيتم حل المشكلة، ولكن إظهار التعاون من الولايات المتحدة مع حلفائنا في المنطقة سيقطع شوطا كبيرا في إظهار أننا حريصون على السير نحو السلام وحل هذا الصراع. يجب أن نظهر بعض الاتحاد، وقد لا نستطيع في الاتفاق مع كل الأطراف بإزاء هذا الاتحاد، ولكن بإمكاننا إحراز بعض التقدم لإنهاء تصعيد العنف. هذا ما نتعامل معه هنا، هذا العنف المستمر، هجمات يتم الرد عليها بهجمات أخرى. هذه أمور تكتيكية وليست استراتيجية. يجب أن يكون هناك جهود دبلوماسية لحل جذور هذا العنف، ومن ثم إيجاد
طرق للتعامل مع هذا اذا طيب بالحديث عن يعني جذور ربما هذا العنف، هل بدايه يعني السؤال مكون من شقين، ما قصدته بانه الوصول الى ايقاف دائم لاطلاق النار هو ليس يعني واردا الان، بل الحديث عن هدنه هو الاكثر ورود، وبما انه تتحدث عن جذور هذه الأزمة سيد دان، يعني تكلمنا في الفترة الأخيرة عن موضوع حل الدولتين اللي هو أحد أسباب ربما الخلاف القائم بين كل الأطراف المختلفة إن كانت أمريكا أو حتى الدول المنشغلة بالأزمة مع إسرائيل. هل من الوارد اليوم في خلال هذه الزيارة التوصل لانفراجة من أي نوع يعني خلال زيارة بلينكين غدا؟ أعتقد أنه يجب مناقشة هذا. كان هناك تجاهل تام لسياق هذه المحادثات، ولكن بالأخذ هذا في الاعتبار يجب مناقشة الخيارات، ما ستقوله الإدارة وبلينكين، أن الأمر المهم هنا هو بناء منطقة مزدهرة ونمنع اتساع رقعة هذا الصراع وتلبية الاحتياجات الإنسانية وإيقاف العنف وإيجاد طريقة لرخاء المنطقة، وهذا ما سيوقف تصعيد هذا الصراع. حلول أوسع نطاقا ستكون أصعب التوصل لها، هذا ما يمكننا الاتفاق عليها. المساعدات الإنسانية والاحتياجات الإنسانية سنتفق كلنا على هذا، ولن يريد أحد اتساع رقعة هذا الصراع. يمكن يريد التوصل إلى حل وطريق للسلام. طبعا يعني إذا كان هذا ما يريد كل الأطراف وما تريد واشنطن بالتالي هو إيقاف العنف، وقف إطلاق النار، تلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، لما تستخدم واشنطن في كل مرة ربما في مجلس الأمن ضد مشروع يعني أي مشروع قرار ربما الفيتو إذا كان يتحدث عن وقف إطلاق النار؟ يعني ما الهدف أيضا من زيارة بلينكين إذا كانت تستخدم الفيتو في مجلس الأمن في كل مرة؟ أعتقد أن المشكلة تكمن في الاختلاف بين الاستراتيجية والتكتيك. ما نراه هنا الهجوم المستمر الذي يجلب رد مستمر، ما يحدث في الأمم المتحدة وعلى الأرض، هذه الهجمات المستمرة وأيضا الهجمات على الولايات المتحدة وما يحدث على التجارة في البحر، إنها تعرقل التجارة العالمية وحياة البشر، وهي عبارة عن دمار، وهذا يضر كل البشر. لا يوجد فائز هنا، يجب التوصل إلى طرق لإنهاء العنف هنا، سواء من خلال قيادة الأمم المتحدة أو قيادة في المنطقة. أعتقد أن هذا هو سبب أنني أقول أن هذه الزيارة خطوة في الطريق الصحيح. إذن سيد دان، لما يعني ربما نسمع الكثير يقولون بأنه واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك فيما تفعله إسرائيل، حتى ربما كتاب أمريكيين من داخل الولايات المتحدة الأمريكية يتحدثون عن هذا، وسمعنا مرارا وكثيرا يعني في الفترة الأخيرة بأنه شعبية الرئيس بايدن قد قلت بشكل كبير، وربما هذا سيؤثر على الانتخابات القادمة. نعم، من وجهة نظر سياسية هو موقف صعب لإدارة بايدن ولكل السياسيين في واشنطن. أمر مثير للاهتمام
إنه كل ما نرى ردود الفعل على مقتل 3 من قوات الولايات المتحدة في القصف الذي يحدث لم يكن هناك أي ردع من الهجمات من الولايات المتحدة في المنطقة. واشنطن مهتمة بهذا والشعب الأمريكي أيضا، ولكن هناك عدة مشاكل تجذب اهتمام الشعب الأمريكي، مشاكل اقتصادية، التضخم، إنها تتحسن الآن ولكن سيستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يدرك الشعب هذا، وبايدن ليس لديه شعبية كبيرة الآن. كل ما سيفعله سيتم سيكون محطة تساؤل كبير، ويجب العثور على حلول للعمل معا والوصول إلى السلام والحد من العنف. من واشنطن دان ريني الكاتب والباحث السياسي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المعلومات وعلى هذه الرؤية.